السلام عليكم. دلوقتي انا والدي عيد محروق النهارده في جلسه التخاط، للاسف اغمى عليه في بدايه الجلسه، اغمى عليه وجابوا له دكتور، وطبعا طول الجلسه قاعد مش قادر يفتح عينه، قاعد على الكرسي. فالقاضي بيعتبر ان ده جريمه، ان ازاي واحد يعيا، ازاي واحد عنده 69 سنه، واتكلمت في الحاله الطبيه قبل كده كتير وقلت ان احنا طالبنا بعلاجه كتير، وجابوه المستشفى يوم 23/11 بعد الفيديو اللي انا عملته. شوف من تاريخ كام جابوه المستشفى وكان مش قادر يمشي، وكانوا بيجروه جر لحد ما وقع حتى من امين الشرطه اللي ما عندوش رحمه ولا دم ولا ضمير. النهارده ودوه الجلسه، والدي اغمى عليه في الجلسه، ودلوقتي كل الجرايد والقاضي نفسه بيقولوا ان هو بيدعي ان هو كان نايم. انا والدي ما كانش نايم، انا والدي كان تعبان، والدي مريض كلى، عنده فشل كلوي في كليه، خلاص المفروض ان هي تتشال، والكليه الثانيه دلوقتي بقى وصلت ل 80%، الله اعلم بعد كده هتوصل لكام. لما يجي لنا خبر النهارده ان هو اغمى عليه في الجلسه، وان الضمير والطبيب اللي جاي يكشف عليه اللي ما عندوش ضمير ولا رحمه يقول ده وجع كتف ودراعه، واحنا عارفين ان بابا جاله شلل، بس ما جالوش ان سنه كبير، جاله عشان بينام على الارض، جاله عشان خاطر ما بيلاقيش غطا يتغطى، جاله عشان البرد اللي حضرتك بتتكلم عليه ما بيلاقيش لبس تقيل يلبسه، جاله عشان ما بياكلش اكل صحي، جاله عشان بيشرب ميه ملوثه، وقلنا ان بيعالج من شلل، وقلنا ان محتاج علاج طبيعي، وقلنا ان هو محتاج ان هو يتعالج على اخصائيين، وطبعا اداره السجن كل المكافاه اللي عملتها اللي منعتنا عن الزياره، ومنعته انه يروح المستشفى، ما ودوش غير بعديها بشهرين او ثلاثه ان هو يروح المستشفى. ودلوقتي القاضي يقول له انت داخل ان ممكن تكون بتهين القضاء، وهعاقبك على الماده ضمن الماده اللي بتنص عليها الدستور. ده ضميرك؟ ده ضميرك اللي انت هتحكم بيه؟ احنا نطمن على ولدنا ازاي دلوقتي؟ نعرف حالته الصحيه اخبارها ايه دلوقتي ازاي؟ يا سيادة الطبيب المحترم يلي قعد 7 سنين في طب، والدي عنده فشل كلوي، والدي عنده تضخم بروستاتا، والدي عنده انصراف غضروفي في فقرات الرقبة، والدي عندي شلل، والدي عنده ضغط وسكر، اللي بيقول لك قاس الضغط والسكر ما هو مظبوط، أنا والدي قعد شهور إدارة السجن منع